مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم جعلها مبارك. نشارك مع عريسنا فرحتهم في ليلة السعادة بإذن الله، أنها تكون ليلة سعيدة على الجميع بحضور الأخوان والأولياء أبوانهم وأخوانهم وربعهم كلهم اللي يشاركونهم هذه الفرحة الليلة مع معرسنا عبد الرحمن ابن محمد الكعبي. نسأل الله أنه يرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا ومسهلا عبد الرحمن. ربعك كلهم حضروا يشاركونك فرحتك، أبوانك أخوانك، كلمتك للجميع اللي حضروا ولأخوانك اللي مساكم منك العذر. الله لا يهينهم كلهم إن شاء الله، ما بقصور بالجميع بالحاضر والموجود إن شاء الله. أبغى أسألك عن تجهيزات العرس وتعبه اللي الوقت اللي أنت قضيته فيه. لا الحمد لله أمور العرس كلها سهلات و... لا ما خذيت وقت وأنت تحجز أو لقيت أشياء مهم موجودة عندهم ورحت أطلبها من برا؟ لا الحمد لله قاعة الرفاع وفروا كل شيء. الله يوفقك ويرزقك الذرية الصالحة عبد الرحمن. الله يجزاك خير. آمين. الله يجزاك خير ما قصر. الله يبارك في الولد ويجزاهم الله خير الحضور، ويجزا الدولة اللي سوتها القاعات اللي رفعت خدمت المواطنين وخدمتنا. والله أول شيء ألف مبروك حق عبد الرحمن محمد شعبي ولد عمي، والفال حق الجميع، ويا مرحبا بالجميع، واللي ما حضر عذره معاه، وألف مبروك والله يتمم له على خير إن شاء الله. عسى الله يبارك له إن شاء الله يوفقه، ويا مرحبا بالجميع. طبعا في البداية بارك المعرس عبد الرحمن بن محمد الكعبي على والله يوفقه إن شاء الله ويرزقه بالذرية الصالحة، وهذا خير ما دبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميع مشاهدينا بكل خير. نلتقيكم الليلة في فرحة جديدة، نسأل الله أنه يوفق معرسنا بحضور ربعه وأخوانه وأبانه كلهم اللي حضروا ويشاركونا هذه الفرحة. معرسنا الليلة تميم بن محمد المهيزع، نسأل الله أنه يبارك له ويبارك عليه ويرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير تميم. مساك الله بالنور. طبعا أشكركم أول شيء على الحضور، وأشكر كل الموجودين والحضور واللي حضروا من ربعي وأخواني وكل عزوتي وهلي، وما قصروا إن شاء الله نردها لهم في الأفراح إن شاء الله. إن شاء الله تميم. الليلة ليلة إن شاء الله أنها ليلة استثنائية بالنسبة لك، وأنت مودع العزوبية، شو تقول لأخوانك اللي إن شاء الله أكيد أنك بتكون قدوة لهم وهم
يتبعونك ان شاء الله بالخير. اهم شيء لا احد يعني يخاف من يعني الفتره الثانيه من الحياه اللي هي هذه، والله يوفقهم يعني يخطون هالخطوه ان شاء الله، وربي يوفقهم ان شاء الله. انت قصدك فتره المسؤوليه؟ مسؤوليه. نتمنى لكم التوفيق وذريه صالحه ان شاء الله. الله يجزيك خير. ما قصرت. طبعا الولد الله يوفقه ان شاء الله في حياته الخاصه، وان شاء الله يعني هو موفق باذن الله. ودعوه صراحه للشباب، جميع الشباب، بان يكون هناك زواج مبكر حقيقه للشباب. نتمنى حقيقه للجميع اللي حضر واللي ما حضر التوفيق في حياتهم ان شاء الله. هذه الساعة المباركة اللي شفنا الزوار المعازيم إلى العرس، عرس الابن تميم المهيزع، وأتمنى له إن شاء الله حياة سعيدة في حياته الزوجية. أولاً أبارك لأخونا وأبننا تميم بن محمد بن عيسى المهيزع، أسأل الله عز وجل أن يجعله زواجاً مبروكاً وأن يرزقه الذرية الصالحة. كما يعني أستغل هذه الفرصة لوجه نصيحة لشبابنا بضرورة الإسراع في الزواج، فالزواج حفظ للشاب وحفظ للمجتمع وبركة في الأسرة. يرزق ذرية صالحة إن شاء الله، ويا مرحبا ومسهلا بالجميع في عرس تميم ولد عمي، وما قصروا اللي حضروا، يا مرحبا بهم. لازلنا متواصلين مشاهدينا الكرام مع معاريسنا، ونشوف معرسنا الليلة صالح بن راشد الجفالي نعيمي. صالح، مبارك لك عرسك هذه الليلة السعيدة بحضور أبانك وأخوانك كلهم اللي جاوا يباركون لك ويشاركونك فرحتك. نبغي كلمتك لأخوانك اللي حضروا. الله يرحم والديك، الله يبارك لكم ويجزاكم خير على حضوركم، والليلة ذي عرسي أنا وأخوي، ونتشرف بكم، يا مرحبا ومسهلا بالجميع. الله يرحم بك على فضل. طبعا المعاريس اثنين، وبناخذ معرسنا الثاني وبنشوفه. مرحبا، اخوكم حمد بن راشد الجفالي نعيمي. حمد، مبارك لك عرسك هذه الليله السعيده بحضور الربع كلهم، وكلمتك لاخوانك اللي حضروا يشاركونك عرسك. بيض الله وجيهكم وبيض الله وجيههم اللي حضروا العرس، واللي ما حضر معذور، ومرحبا بكم ومسهلا. عمرك كله. نبغي تجربتكم للحجوزات والوقت اللي خذيتوه فيها. هل انتم اثنينكم تحضرون الحجوزات كلها ولا واحد منكم قام بالنب؟ لا والله واحد منا قام بالموضوع كله، هو كان تعاون، كل واحد يشيل الثاني، واحد يكفي الثاني. طيب، الرساله لاخوانك اللي مقبلين على نفس ان شاء الله الخطوه، هو انتم الحين القدوه لهم. ان شاء الله يتوكلون على الله ويبشرون بالخير ان شاء الله، ان شاء الله في خير العرس. يعني نقول لهم الامور بسيطه وسهله وميسره ان شاء الله؟ نعم، الامور بسيطه جدا، انت من تنوي على العرس يصير، خلاص يتسهل. We'll be right back.
نبارك لاخواننا اولادي المعريس حمد وصالح، نشكر اخواننا الحضور من كل مكان اللي تعنا وجاء، وجزاكم الله خير على إتاحة الفرصة لنا لتهنئة الجميع في هذا. شكرا جزيلا على حضوركم. أبارك لأولادي ولا أخواني حمد وأخو صالح، وأتمنى لهم إن شاء الله مستقبلا باهر، زواج إن شاء الله مبروك. البركة ما دبروا، والله يرزقكم بالذرية الصالحة هم موفقين وبالرفاه البنين. والحضور مشكورين على الحضور، واللي ما حضر وتعذر عذره معاه وبيض الله وجيهكم.